بدها تصفى شي حد نافع. لا في اخر يوم ولا شيء من هيك. تصفاني يا المربي يا مولاي يا مولاي من سؤالي واغتيالي يا مولاي يا مولاي فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتباري يا مولاي يا مولاي فلهذا شري أدعو في يساري وعساري يا مولاي يا مولاي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا مولاي يا مولاي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا مولاي يا مولاي فتداركنا بلطف منك يا مولى الموالي يا مولاي يا مولاي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنص طباري يا مولاي يا مولاي يا شريع الغوث غوثا منك يدركنا شريعا يا مولاي يا مولاي تهجم العسرى وياتي بالذين أرجو جميعا يا مولاي يا مولاي يا غريبا يا مجيبا يا عليما يا جميعا يا مولاي بعجزي وخضوعي وانكساري يا مولاي يا مولاي لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا مولاي يا مولاي وبمواد الفضل عاقب فأجم ربي عفوفي يا مولاي يا مولاي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي يا مولاي يا مولاي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا مولاي يا مولاي حاجة في النفس يا رب قضيها يا خير قاضي يا مولاي يا مولاي وأريح سري وقلبي من نظاها وشواضي يا مولاي يا مولاي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا مولاي يا مولاي الحنا والبسط حالي وشعاري ودساري يا مولاي يا مولاي كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا مولاي يا مولاي أعوذ بالله وإياك من اللقاء.
في هذا العزيز وفي وادي النجا وطيب بالمرتبة وردانا إلى خير المرتبة حفظنا من الفرد والشقاء واجعلنا من عباد المسلمين المسلمين بعد الثلاثات المحفوظين من جميع النوائب والمخالفات يحفظنا في ديننا ودنيانا ومعاشنا ومعادنا وأولادنا وأحبابنا ينظر إلينا بينه لسلاسنا وخلفنا بركنا إلى لا يرام وارحمنا بوجود سيارينا في الآن بكوة وشكرتنا ورضانا لأننا متحبين في الله ومتجمعين في الله ومتفرقين في الله يديم هذه المودة إجالة خالصة لوجهه موصلة إلى الله موصلة إلى الارتباط بحب رسول الله العبرة الأخرى التي لم تسمى لها الله وسمعنا عليه وإلكنا في أخواننا وأحبابنا ومن حببنا في الله ومن حبنا في الله والله جعلنا وإياه إن شاء الله تحت وريف رعايته وكان في حمايته وسابق إمامته وأمطار فضله وجوده وإحسانه دائما في ذلك إن شاء الله نحيا حياة سعيدة من المتوفى وفاة سعيدة ونبعث بعد سعيدة تحت راية سيد المرسلين الحمد لله كمال التعلق سيد المرسلين وكمال التخلق وكمال التحقق لأن دائما في زيادة من كل خير مصروفين عن كل شر مامونين من كل بلاء في دائرة المصطفى وأهل بيته وصالحين من عباد الله أجمعين وارحم الأمة المحمدية والرعي والرعية والحجة من كلها مرضية ويعيد علينا هذه الأعياد هذا العيد السعيد هذه الليالي المباركة بخير وعافية بلغنا الحج حج بيت الله وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغنا المجامع مجامع الفرق مجامع الأحبة مجامع الهداية مجامع الفتح مجامع الرضا مجامع الغناء مجامع الهداية كل مجمع في خير من الله جاءنا من حضوره إن شاء الله ويجهدنا نوره ونغرب من بحوره بخير ولطف وعافية وسلامة مع اللطف والسلامة والحفظ من الآفات يا رب من العين بالعافية الشاملة من جميع الأمراض من الملاريا يخرجها مننا يا رب حتى نستعد إن شاء الله لعبادته والقيام بدعوته أن نكون دائما مرضيين عنده كما قال الحداد والله غير وقصر الله وكان دائما الحال يكون رضاه دائما حال علينا يا الله ارضى علينا رضاً لا سخط بعده في قلبنا ظلماً لا بعد بعده في يدينا هداية لا ظلالة بعدها في جنة من المحبين لديه المنظورين لديه الحاضرين في حضرة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الصالحين رب العالمين يحفظ المسلمين ويحفظ المسلمين يحفظ بلاد المسلمين يحفظ لنا قابوس ان شاء الله يهديه ويفوق الاصول والمضلات وسائر امرأة المسلمين يجمع كلمتهم ويؤلف بينهم وفيهم شر الظالمين والطاغين والباغين وشر عدد الدنيا والدين فيما يألف بين القلوب المتناخرة وبين هؤلاء الدعاء يألف بينهم حتى كلهم على دعوة واحدة وصلقة واحدة ويحفظنا وإياكم إن شاء الله من التأخر بعد التقدم لأننا متقدمين لا متأخرين لأننا زادين لا متلوثين لأننا مقبلين لا مجبرين حتى نلقاه وهو راض عنا بخير ولطف وعافية يصير أعمالنا في طاعة الله ورضاه واختم لنا بالحسن وهو راض عنا والى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المهدي 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 يا سميع الدعاء يا من اليه الانابه الذي في دعوانا منه المهابه بتقداري بها قبل قضاء المحبه قم فاتاها وكان فيها ثلاثه رضي الله جل وعلا بشر لهم بذابه صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.